بسم الله. روفين أبرجيل. أبرجيل روبرت. الوالدين دافيد وإستير. جدودي راحيل مجال إبراهام وحكيتو. الوالدين خلقوا في طنجة وفي مراكش. يعني خلقت في الرباط في الضرب شيخ داود في الملاح. 1942 لا فان 1942 بعد 7 سنين ولا 6 سنين هذيك الصهيونيين بداوا يخدموا في الملاح وفي المغرب كله وصلوا الفاميليا ديالنا والفاميليا ديالنا طلعوا في لا فان 1948 وخرجوا تبعوا للصهيونيين فين ما قالوا لهم يمشوا مشوا معاهم علاش؟ هذه المشقصيه هذه ما مفهوماش اليوم كيف اليهود المغرب خواو بلادهم بلاد اللي عطات لهم الخير 2000 عام ونادوا نهار واحد وخرجوا البلاد ولا قنش اللي ما كيعرفوش اش كيتسناهم هناك الى سمحوا في كل شيء لعلم الله الصهيونيين مع الايميغريشن للمغرب خدموا يدوا حدا ما نفهمهاش كيفاش الناس في نهار واحد يقوموا ويخرجوا يسمحوا في 2000 عام ويمشيوا لشي مدن ما كيعرفوش اش كيتسناهم هناك. كنتوا خايفين تبقاو في المغرب؟ ما عمرنا ما خوفنا وكنا عايشين معيشه مليحه جداتي وجدي كانوا كيعاودوا في شحال كانت المعيشه مليحه والوالدين برضو جاوا هنا لاسرائيل كانوا غير يبكيو ويجزروا ويقولوا الزرابينا كيفاش عملنا هذه الفلطه اللي جينا على هذه الخلا وكيفاش تبعنا الصهيونيين كذبوا علينا وخدعونا وعباوا لنا الاوراق ديالنا ما قدرناش نرجعوا عباوا الكارد دونديتي والكارد فامي وعباوا الكارد سيرفيس مينيسيف وعباوا الاوراق كلهم بقينا عريانين قريانين ما عندناش باش نقولوا واخا نحبوا نخرجوا من هنا ما عندناش لان نخرجوا وتشدوا البيبان علينا ما قدرناش نخرجوا لعطا شي موضوع وبقينا قاعدين هنا كنتشنوا يحن علينا الله. شكون هما المغاربه اللي خرجوا؟ ما نعرفش نقول هذا فلان او فلان معروفه في الهيستوريا باش الصهيونيين عطاو كثير الفلوس كثير المال عطاو دوك الناس اللي كانوا خدامين في السيرفيس مينيسيبو وكانوا خدامين في لابوليس وكانوا خدامين في دوك المواضع اللي كانوا يخرجوا كانوا كيخرجوا بالطوموبيلات اليهود المغرب وهما كانوا كيدوروا وجههم بحال اللي ما كيشوفوا شيء ويعاونوهم يوصلوا البحر ويطلعوهم على الفلوكات ويوصلوهم لجبرالتال وهذه كانت الخدمه ديالهم وعملوا بدرام كثير هذه فلتة كبيره للمغرب أول السلطان ديال المغرب ما عطاش يدو لهاد العشريه هادو غير الناس اللي كانوا اللي كانوا خدامين على الصهيونيين وعباو كثير الفلوس على كل يهودي اللي خرجوا من هناك وما عندي حتى شي تهمة للسلطان الى بالله به وانا كنت كنسمع من ما ومن با اش كان السلطان كيفاش كان كيحمي على اليهود وكيفاش كان كيعطي لهم الديريكسيون يعملوا ديك يعملوا ديك من الشعب كله المغربي حنا في مصرارة هذه حارة مش كبيرة بس الأيام الخمسين في الخمسينات جاوا اليهود من المغرب وفي حال ما قلت لك اليهود ما كانش عندهم فين يحطوا راسهم ما كانش عندهم دار ولا كانوا عايشين مشيبين ولقاو الديور هنا للمسلمين اللي تحوهم الصهيونيين تحوهم للجردانيين ولا تحوهم للعيدين هنا وهربوا خلاو الديار ديالهم هنا وهذا كان فرونتير هذا الشيء كله كان فرونتير هذيك كلها فرونتير شي 7 كيلومتر ماشي هيدا كلها فرونتير اللي ما كيدخلوش ليها لا اليهود ولا المسلمين اللي جردانيين هناك ولا جويف هنا وهاد الديور هادو اللي كانوا خويين حتى شي واحد ما دخلش عليهم جينا حنا دخلنا جلسنا فيهم المغاربه المغاربه كلهم اليهود المغاربه كلهم اللي جاوا من تافيلا جاوا من تافيلا من فاش من كناش من الارقود مراكش طنجة الميلال
الجيه كلهم اسفوا لصفرو كلهم جاوا لهنا وقعدوا هنا وكانوا كانوا كثير الناس وكل واحد عبا بويته صغير قرا فيهم 14 نفر ولا 13 ولا 10 وهي هيداك كنا عايشين حتى الايام السبعينات حتى الايام هذول لي بونتير نوار ولي بونتير نوار الاخر جاوا كم يمشي 20 عام دوك اليهود الاوروبيين اللي عملوا المال هنا في هذا القنش جاوا عريانين من اوروبا ورجعوا هنا تازرين وعطوا هذو الديور كلهم خرجوا الناس عطاو لهم شحال الدراهم وخرجوهم وبداو يسكنوا هما هنا انفامي نقولوا الراجل والمراه والكلب والبني كلهم ديالهم وهيداك هما عايشين دابا الشعب اللي كتدخل المشراره كتقول على هذه البنيه اليوم كون جيتي كون 30 عام 40 عام كنت تشوف الناس راس مصاره كانوا عايشين بلا ضوء بلا ما بلا تليفون بلا تلفزيون ما كان شيء ما كانت حتى شي حاجه ما كانوش ينقلوا هذا الباب الطريق كان هذو يدم صوبين كل شيء كان مخلي غير النهار اللي جاوا الاوروبيين عاد بداو البلديه بدات كتعمل شي حاجه واش هنا بديتي هو لي بانتير نوار لي بانتير نوار اللي تحت في مصراره الاولاد كلهم واحد من الكبار لي بونتير تاع ديال مرتين وهذه الدار ديالو كان ساكن هنا وي انا برجل ساكن هنا غادي نجيو نشوفو وميم شارلي بيتون كلهم الناس اللي كانوا في لي بونتير نور كلهم مصرارة غير مصرارة من هنا نضوا لي بونتير وهنا كانوا كانت الشاش الجروب كلها هذه 40 عام هذه 40 عام من 1970 40 عام قبل 40 عام العجارة نقولوا دي جاوا ولاد صغار في حالي انا دي جاوا صغار من المغرب وشافوا والديهم أزرى بهم الغبينة دي والدينا هي دي خلاتنا نخرجوا على برا ونديفوندو نقولوا مجهدنا القليل اللي كان عندنا نديفوندو لا فامي ونقولوا كنطلبوا الحريه في كل شيء نقولوا كنطلبوا باش يعطيونا يعطيونا الخدمه يعطيونا الدار يعطيونا شي حاجه قليله باش نقدروا نعيشوا وما ما ما في بالهمش يساعدوا ولا شي حاجه يخليونا لتحت في الارض وقلنا اش بارتي في العالم كتبان لنا وكتعمل لا ميم شوز هذه وطلع البال معنا باش كاين واحد البارتي في الامريك الى حتى هما كيتعندوا فوسط الامريك كونتر لو غوفرنمون هناك باش كيطلبوا الحريه وكل هذا وقلنا احنا اللي كيعملوا هما احنا نعملوا عملنا معاهم المانيفستاسيون والعدا والمولوتوب القرائد المولوتوب وكل شيء كانت بحال لاكار كانت ثلاث سنين لاكار وحنا تحبلنا الى نغيروا البارتي يكون حصل جا من عام بعدين رزعت الوقت واعر اكثر واكثر هذيك البويته اجي تشوف عليها ديك البوته هذه كانت 20 متر مربعة ويبرد الماء تحت منها اللي كيجي من الشتا كينزل وحنا 14 الاخوات والاخواتات والاب والام والامه الكبيره كانت عايشه معنا هذا الشيء كله ما كانش هذا الشيء كله هذا البني الجديد كله ما كانش غير هذه البوته هذه ديك دابا شكون عايش هنا؟ المره اللي خرجناها عاد بناوها اخواني واخواتي كبروا اختي الصغيره ساكنه هنا تحت دابا ايه اختي هنا واخواني ساكنين هناك والولاد ديالهم وكلهم ساكنين هنا بناو جادو بناو ساكنين هنا هما بقاو وانت مشيتي ايه انا مشيت ما كانش عندي انا كنت كان عامل مانيفستاسيون كان كنتقاتل مع الحكومه انا مغربي دائما خلقت مغربي ونموت مغربي. إذا سولت ولدك واش أنت مغربي ولا مغربي؟ واخا هو ما كيفهمش باش هو مغربي، واخا هو يقول لك واخا عنده خمس سنين وكيمشي لبوبونيير ويقول لك أنا ما كنعرفش اش كتكلم معايا،
سقسي هذيك اللي كتعلمو قول لها منين هاد الولادة تقول لك مغربي مروكي هيك هي هيك هي مسجل عندها الوالدين مغربيين ولا في الهويه كلهم واخا تمشي ما نعرفش تقيد في شي حاجه تحب تسري الدار ولا شي حاجه ولا طوموبيل كيقول لك منين كاين منين والديك منين هذا كيسجل لك كل شيء مكتوب كل شيء مغربي ايه ما كاينش هذا الكلمه هذه اسرائيلي كتسقسي الروسي كيقول لك انا من روسيا كتسقسي البولاني كيقول لك انا من بولانيا تسقسي اليهودي اللي جا من بغداد يقول لك هو عراقي ما كاينش هذاك الشيء هذه الكلمه اللي كيسموها اسرائيلي هذا الكذوب ما كايناش هذه الكلمه هذه انت اللي كيتكلموا على الاحتلال الفلسطيني الاسرائيلي كاينه شي فالتا اللي كيف الناس كيتكلموا على الحرب 6 ايام باش اليهود عباوا الاراضات الفلسطينيين في الضفه الغربيه في الضفه الغربيه ولا في سيناء وعزة هذا الاحتلال هي 120 عام للصهيونيين 120 عام دي هما دخلوا رجليهم لهنا ولانجلتيرا عاونهم والفرنسي عاونهم والامريكا عاونتهم والايطالي والاوروبيين كلهم كل الكولونيالين كلهم واخا الالمان من 1890 عاونوا اليهود يجوا لهنا وخلوهم يخرجوا الفلوس ديالهم من على برا وشويه شويه عباوا الارادات وخدعوا الناس وبداوا يتعداوا على عباد الله وهيداك وصلوا للحكومه في 1948 اللي عندهم الدوله ديالهم على حساب على حساب الفلسطينيين الفلسطينيين كانوا بوحدهم بحال ما قلت من الاول للدولة العربية كلهم عملوا يد وحدة كونترا ديالهم مثلهم البرا كانوا كيهضروا الكلام كونتر الصهيوني ومن تحت الارض ومن تحت الميدا كيغمضوا عينيهم ويخليوا اليهود يتعداوا على الفلسطينيين ويعبوا لهم الديور ديالهم ويعبوا لهم داك الشيء جات الحرب 6 ايام وكفشت لهم شعدهم كثر جات اللي دخلوا عليهم عباو ديارهم دي بقاو عباو في 48 وعباو هادو الديور هادو في 48 تحاول الفلسطينيين كلهم بقاو هنا شي 200 ألف فلسطينيين في إسرائيل جات الحرب 6 أيام عباو الضفة الغربية وعباو داك الشيء كله وهادي 42 عام إلى الفلسطينيين عايشين تحت الاحتلال الصهيوني الفلسطينيين هم وحدهم كونتر الصهيونيين والحكومه كتعرف اش كتعمل وكتفرق بين الشعب وكتعمل كونترا دا كونتر الفلسطينيين وكونتر الفلسطينيين اليهود المغرب كونتر اليمن ولا كونتر العراق وهيدا كيعملوا واحد كونتر الثاني وما عايشين في حال داكشي تسلط عايشين وحاكمين علينا عليها ما كنشوفش نقولهم باش غادي يكون هنا شي حاجه الطريق الهضره ولا يتكلموا بيناتهم هادشي كله كذوب وهذا السياسه ديال الكذوب ما يصير سلام في هذا الجنش هذا خاصها تكون شي ريفوليسيون باش نقولوا يتغير هنا شي حاجه ولا شكون خصو يدير هاد لا ريفوليسيون الشعب الوطني اليهود المغرب واليهود العراق والسوري 90% منهم عايشين معيشة الوعرة ما مجاناش والفلسطينيين اللي عايشين في إسرائيل حتى هما عايشين في الصحراء والفلسطينيين اللي هما تحت الاحتلال اللي شادين عليهم الطريقة مشدودين عليهم وما يقدروش يخرجوا من الحاره ديالهم فين ساكنين ما يقدروش يخرجوا لا يحبوا يخرجوا ما يخصهم يديموندو باش يخرجوا من بلاد البلاد على هذا الشعب هو اللي خصو كله ينوض ويعمل يتروى باش يقدر يتغير شي حاجه في هاد المنطقه هذه يقولوا دابا غدا يكون السلام مع فلسطين واش الحياه ديالكم ديال العرب في اسرائيل تغير ولا تغير
الصهيوني ما يعملوش سلام على الشعبي، هم يعملوا سلام هي شالوا البعشرة وشريات الصهيوني. الصهيوني الاساس ديال هاد الصهيونوت هي الاحتلال. هذه العمارة كلها لواحد العربي اللي كان ساكن هنا وهرب لعمان. فلسطيني كيسميو دكتور شقراوي. هاد الحارة كلها كانت فلسطينيين. دابا مازالين مغاربة هنايا؟ كنت بحال ما قلت لك عمري، هذا كله المغاربة، هذا البني هذا. هذا دابا؟ إيه هذا كله المغاربة. وهذا البني هذا الآخر اللي نشوفه هنا لا ميم شوز، بحال هذا حتى هو المغاربة. وهاد الديور اللي نشوفهم مثل الدار اللي كانوا بالعرب اللي حنا دشنا فيهم اللوليين وخرجونا من هناك وجوا الأوروبيين كلهم أوروبيين. نقولوا دابا الى نمشي ندخل للديره، الناس ما كيعجبهمش باش يدخلوا يصوروا عندهم الديره. ما هي انا اللي كبرت هنا كنعرف اليحوش ديك الواحد اللي شم ديك الواحد اللي هنا، عاد كنعرف نقولوا لا فامي هنا، لا فامي بوحبوط، لا فامي عم سلام، لا فامي اللي كيف خنافو هما فاشيين، هادو خنافو فاشيين، لا فامي اللي نقولوا بيخزر هناك الفوق ماروكين. هاد الشيء كله ماروكين، هاد البني كله اللي كتشوفوه عمر بالديور كلهم ماروكين. اللي لا دابا يخرجوا على برا يسلموا عليا وتشوفهم كيتكلموا بالعربيه بحال داكشي المغرب. ايه وهادو مدينين بزاف ولا مش كلهم؟ مش كلهم، بس اليهود المغرب اليوم رجعوا بحال داكشي دوك الاوروبيين الذاتيين اللي في الامريك وهذا بداو يمشوا للكحل. احنا ما عودناش نمشوا للكحل. المغرب كان بشغل الحوايج مزوقين وفرحانين، وهنا كلهم لابسين غير الكحل بحال داك الشيء اللي هما نقولوا مات لهم شي واحد. العجب. وعلاش كيفاش داروا باش يتبدلوا؟ يتبدلوا الى مشاو للدين، مشاو رجع مدينين الدين مزيانه. ماشي نقولوا الدين ما مجانش، الدين في المغرب كان الدين هو الناس اللي كانوا مرحبين، الناس اللي كانوا مشامحين، الناس اللي كانوا مطيعين، الناس اللي كانوا كيتصنتوا عباد الله وكانوا كيفهموا عباد الله. وهذا الدين اليوم هذا دين ما مفهومش، الدين الختيف اللي كيعبيو الارادات الفلسطينيين ويتعدوا على عباد الله. هذا ماشي الدين ديالنا، هذا دين جديد ما معروفش هاد الدين هذا. اليهود المغرب ما عندهمش هاد الدين، اليهود المغرب عندهم الله وعندهم الامان وعندهم الطريق اللي كيمشيو فيها، ماشي في الخداع ولا ماشي في الطريق اللي فيها نقولوا ما فيهاش الصح. وعليها في الشعب اللي كنشوف هاد الناس هادو هنا كنقول خسارة على الوقت، كيفاش الناس كيتغيروا والناس دي ضيقة الديور دي ما عندهمش الدار ديالهم كيمشيو يعيشوا في الارادات الفلسطينيين في الضفة الغربية. الضفة الغربية هناك وما كيتشماو اليوم مستوطنين كلهم. الا تمشي تشوف المستوطنين كلهم 90% كلهم يهود عرب. الى في 48 اش عملوا الصهيوني؟ عباو اليهود العرب كلهم، اليهود اللي خلقوا في الدولة العربية وحطهم على الحدود. هاكا التعندل توما مع المسلمين. وهما ساكنين في تل أفيف وساكنين في حيفا مريحين. وحنا هنا جالسين على الحدود. جات حرب الست أيام، أش عملوا؟ عباو عاود اليهود المغاربة وعباو اليهود العرب وحطوهم في الحدود الفلسطينيين. وهذه هي المعيشة. وهم عايشين بهنا في تل أفيف وفي حيفا وفي كفر سابا ورعنانا عايشين بالخير وبالغنى. وحنا هنا الناس اللي عايشين كانت عنده مع الفلسطينيين من النهار اللي جينا لهاد الفنش. احنا من الحدود الحدود من الحدود الحدود. كانوا هنا الشلاوين ساكنين. اليهود ديجا مش لا من 1950 لا فامي درعي. وهنا الطبقة الثانية كلهم كانوا مكناشيين.
لا فاميلي في ليلى ليلى كلهم كناشيين ولا فاميلي خباص كل الفوقانيه كلهم كانوا اليهود اللي جاوا من تونس من الجربه كلهم كانوا ساكنين هنا وهذه الفرقه الثانيه كانوا ساكنين فيها الناس من كازابلانكا بدويين كلهم والفرقه الثالثه هذيك من الفاح اللي هنا كلهم كانوا سلاويين سلاويين اللي كانوا ساكنين يا نايم تدي كبر نمشي هنا على داك السور السور اللي هو الحدود الفرونتير وبنيت لي هناك واحد الخيمه صغيره للزنك للزنك وبغيت زور صغيره وجوجت مع المراه هناك وكنت ساكن هناك بلا ما بلا ضوء بلا حتى شي حاجه وفي الشتاء كيدخل الماء وفي الشمس السخونيه ديال الموت وهيك العيشه هناك هناك جاو هناك خلفوا ولادي ديالي فوقاش خرجتيهم تما؟ يعني انا خرجت من هناك ابريل لو بونتير نوار 1973 مشى عادي لا بوليس تبعتنا ودخلنا الحباشات وجلسنا في الحباشات خرجنا انا والمراه والولاد ومشينا كرينا هويتها في تالبيوت حدا بيت لحم دابا ساكنين هناك من كراف واحد كنتي في المغرب هذه شي شهر ياك كيفاش كانت المعامله مع الناس حسيتي براسك في بلادك؟ ايوا دابا هاد المشي هادي مشيت للمغرب دازو 62 عام ماشي كليله 62 عام ديال الوحش اللي كنت وحش المغرب وحبت نخرج للمغرب واحد ما كانش عندي دراهم باش نمشي المعيشه هنا صعيبه وما كاينش الدراهم الحاجة الثانية ما كانوش عندي الأوراق باش نخرج من إسرائيل 52 عام ما كانوش معايا الأوراق وما كانش عندي واخا ناسيوناليتي إسرائيلية وكنت في حال داك الشيء عايش في الهواء بلا أوراق قبل ما 10 سنين عطاوني الأوراق وكتبوا عليها إسرائيلية ناسيوناليتي ماروكان وهذه المره اللي هي كنعرف باش انا نقدر نخرج من الدوله هذه من اسرائيل وباش نخرج المغرب كان يخصني نجمع قرش على قرش نجمع دراهم على دراهم بحال اللي كيقول الناس وجمعت طريق الفلوس باش نخرج انا مشيت نشوف الشعب المغربي وحتى نتعرف عليهم واللي كانوا يعودوا كثير عليهم وحبت نشوفهم ونسمعهم ونتكلم معاهم ونعيش معاهم وناكل معاهم ونعيش معاهم مشيت العشر ايام هادو كانوا 10 ايام احسن من 62 عام اللي كنت هنا في اسرائيل ثم في الدار تضرب العربيه احنا اخواني الوالدين العيله كلهم الوالدين توفوا بس اخواني الكبار ويانا واخواتاتي كلنا كنتكلموا غير بالعربيه من العربيه اللي كنتكلموا ماشي هذيك العربيه ديال المغرب اللي كنا كنعرفوها كل شيء تغير نتفت علينا ما كنعرفوش نتكلموا واخا هذه المره اللي مشيت للمغرب 10 ايام وحلت قلت اش من لغه نتكلمها اش من لغه العربيه ما كنعرفش الفلسطيني ما كنعرفش الفرنسيس ما كنعرف لا هذا وفحال داك الشيء كنرقع من هنا نعبيت الماء من هنا نعبيت الماء ما كنعرفش هذا واني كنت تما نقولوا للكبير لي بونتير نوار اون اسرائيل وداك الشيء كله وكنتلاقى الناس في العالم كلها ديني ما كيخصني شي واحد جنبي اللي يترجمني ما كنعرفش نتكلم هذا الشيء صعيب انت قريتي هنايا مشيتي لا ما مشيت للسكوله بخا ما كنتش في السكوله ما عمرني ما كنتش في السكوله مصغري وانا كنعاون الوالدين كنخدم على برا كنت كنخدم عطال وكنت كنخدم في صغري كنت صغير كنت كنخون ونعاون الوالدين وكنت كنبيع في الزناقي وكنت كنبيع في الزناقي وكبرت مشيت كنخدم في بني وهيدا كلنا اخواني كلهم 10 اخوان كلهم ما مشاوش سكولا ما تعلموش و90% دي ماروك ما كيعرفوش ما كانوش في اليونيفرسيتو ما كانوش في الثانويه ما تعلموش وعلى برا ما كناش نقدروا نتكلموا بالعربيه
الا كنا كنتكلموا بالعربيه كانوا كيحبسونا كيحشبوا كيحشب كيكونوا نالتونا 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 من العدو من المسلمين وهيدا اللغه ديالنا مشات حتى شي واحد ما كيتكلمش اللغه العربيه هنا دابا واخا اليهود المغرب يحبوا يرجعوا المغرب ما عندهمش اللغه ما يعرفوش اش يتكلموا نقولوا واخا المغرب الا كان حبي يعاون ما تخلينيش نرجع المغرب ما تعاوننيش اما تقدر هنا يا انا ساكن هنا يا انا هنا في الدوله وعندكم الكلمه مع اسرائيل حلوا السكولات هنا بالكم دي تعلموا فيها العربيه الى غدا يحلوا غدا بكري يحلوا هنا السكوله دي تعلموا فيها العربيه المغربيه غدا تعمر هيدا السكوله ولا اليونيفرسيتي اللي يحبوا يتعلموا العربيه العزاره والدراري الصغار اللي كيتمناو يعرفوا غير كلمه واحده بالعربيه غير يتفكروا الوالدين يتفكروا لساتهم منين جاوا ما هادي معاونه يقدروا يحلوا بحال ان جي او اللي كيحل نقولوا في فلسطين وكيحل في المواضيع كلهم في افريقيا وفي المواضيع كلهم كيحل السكولات ولا اليونيفرسيتات وكيحل داك الشيء كله هادي مساعده اللي يقدروا يساعدونا فيها لا المغاربه ديال اسرائيل كانوا في 1959 كانت الروعة كبيرة هنا فادي سليم ودي كيشوف الفيلم دي فادي سليم كيشوف درابو ديال المغرب وتصاورة السلطان وكانوا كاتبين هناك الملكة رزعنا الوطن الدار ديالنا البلاد ديالنا كلهم كانوا كيتمناو يرجعوا للمغرب والسلطان يعاونهم بالدبلوماسيه وبالسياسه وبالمال وبكل شيء ما لا حتى شي واحد ما عاونش حتى شي واحد ما تكلمش هذه العامات والسنين اللي كنتكلم في الجرايد وفي التلفزيون وفي الراديو فين ما كنقدر كنتكلم وكنطلب حق العوده لليهود للمغرب يرجعوا للمغرب الى غدا يحلوا البواب ويعطيو لهم نقولوا الكوراج باش يخرجوا على برا 50% من هادو اللي في اسرائيل غدا في الصباح يخرجوا يمشيو للمغرب الى المغرب نقولوا حابه تساعد اليهود المغرب باش يخرجوا من هنا اليهود المغرب للمغرب يخصها تكلم معاهم وتقول لهم اجي اولادي للدار تعلموا عندنا في اليونيفرسيتي بلا ما تدفعوا الفلوس اجي نسقموا لكم الخدمه ونعطيو لكم الدويرات باش تسكنوا فيهم ويقدر يكون شوي شوي الناس كلهم يرجعوا لدارهم هذيك هي الدار الطبيعيه هي المغرب يا انا واخا انا قال شي نفحال ما خلط من الاول هذه ماشي الدار ديالي يا انا غير مغرب يعني غربينا نطلب من السلطان والشعب المغربي يشوف فينا اخوان وحنا اولاده و2000 عام ما كتمشيش بالكلام 2000 عام هادو الشاش ديالنا هي المغرب اللي ودي عندهم المال هنا كيمشيو المغرب ماشيين وجايين ماشيين وجايين وكيعملوا البيزنس هادو اللي عندهم الفلوس من طرف فلسطيني ولا ماروكان ولا فرنسيس ولا هذا ما يخصهمش مواطنهم هما كيشوفوا الفلوس كيشوفوا الدراهم كيشوفوا البيزنس انا يعني كنتكلم على الشعب في العالم كله ما مركبش من ذاك 10% اللي هما تاجرين الشعب هو هذوك 90% اللي هما كيخدموا ليل ونهار ويعيشوا العالم هذاك هو الشعب هما هذوك التاجرين خليني منهم هذوك الامبرياليستين كلهم والكابيتاليزم كلهم هذوك معمولين من طرف واحد كلهم كاينين واخا الفلسطينيين تاجرين اللي ما يخصهمش من اخوانهم انا يعني كنتكلم على الشعب دي هو نقولوا الشاش لهذا الوطن على كل حال كانت منا ولادي يتكلموا بالعربية ولاد ولادي يرجعوا المغرب المغاربة ما عمرهم ما طلع في بالهم باش يخوا المغرب هذه ضربة من عند الله دي جاتهم باش ما نعرفش باش خرجوا من هناك ما اليوم
كاين الطريق باش هاد الناس هادو يرجعوا. يقدر يكون السلطان هنا يقدر يعاون الفلسطينيين باش تكون لهم الدوله ديالهم ويرجعوا لهم داك ويشالوا الاحتلال الصهيوني. وهاد الصهيونيين اللي يشوفوا حالهم بقاو هما لحالهم يبقاو هنا، كل واحد يرجع لبلادو، اللي جا من روسيا يمشي لروسيا، اللي جا من الالمان يمشي للالمان، ويعطيو حق العوده للعرب الفلسطينيين كلهم يرجعوا لهنا، كل واحد يرجع لدارو. ايوا السلام عليكم.